نتغدى بقى. انا عارفة ان انتي ما بتحبيش اللحمة، هبعت اجيب فراخ مشوية. في عفاف؟ وانا جاية الضيف؟ انا بقالي ساعة بكلمك وانتي ساكتة، كلامي مش عاجبك ولا ايه؟ مش مصدقة يا منال. اتفاق ايه اللي عايزة تعمليه معايا ضد فضل؟ عايزة تفهميني انك هتتفقي على فضل معايا انا؟ ليه؟ فجأة كده حسيتي ان هو ظالم وعايزة ترجعي لنا حقنا؟ خالص. انا اتفاقي معاكي مش ضد فضل، ده معاه. كل اللي عايزاه منك، مش هقولك ان الامور تتصلح، لكن ما تتعقدش اكتر من كده. انت عارفة فضل عنا دي قد ايه؟ انت هتقوليلي لو حس ان كلنا ضده في جوازة نادجة واحمد هيعند اكتر، لكن لو حسسناه كده ان الموضوع عادي ممكن يراجع نفسه ويفكر تاني. هيفكر في ايه تاني؟ هيفكر في فكره جديده يهزقنا بيها ويطردنا من البيت واحنا وشنا في الارض. لو فضلتي تكلمي في اللي فات انا هقوم امشي. خلاص خلاص عادي. خلاص احمد يروح الشغل عادي. يا اختي هناك من بدري، انا اتخانقت معاه بس قال لي ده ملوش دعوه بده. عشان فاهم عمه، وعشان كده هو أقرب واحد له في الشغل. فاضل بقى يبقى أقرب واحد لبنته نادية. أنا مش فاهمة أنت ليه عاوزة قوي كده إن أحمد ياخد نادية؟ عشان آن الأوان نصلح غلطة زمان. عايزين نرجع أهل وعيلة تاني من غير زعل ولا خناقات. فاكرة زمان يا عفاف؟ أنا لغاية دلوقتي مش فاهمة أنت عاوزاني أعمل إيه بالظبط؟ مش عايزاكي تعملي اللي عملتيه امبارح. يا نهار اسود، هو انا عملت ايه امبارح؟ مش عارفه عملتي ايه امبارح. اكيد جيتي على هنا قبل ما ترتاحي وتقلعي جزمتك، هللتي وزعقتي. ويا احمد ما تبقاش ابن بطني لو ما رجعتش حقنا وجبت مناخيرهم الارض. ابدا خالص، انا رجعت من السكات، نمت وفيا اللي فيا. بس خلاص بقى، يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. انت يا بخت من بات مظلوم وصحي الصبح يفكر هينتقم ازاي. انا عايزه احميكي من نفسك، لو كملتي على كده مش حطولي حاجه ابدا، لكن لو وافقتيني على الاتفاق حقك هيرجع لك وفوقيهم كمان جوازه احمد وناديه. فين بقى الفراخ؟ حالا بس مشوية.